مهما كان فأنت لا تريد لتلك الذكريات أن تنمحي من ذاكرتك. الذكريات دي يا جماعة هي الشيء أو الحاجة اللي بتخلي البشر يتغلبوا بيها على الزمن. هي زي ما بيقولوا كده اللي بتحسسهم أو بتأكد لهم إن هم مش مجرد عابري سبيل في الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة عن النوستالجيا، أو بمفهوم أبسط ومعنى أدق هي الحنين للماضي، الماضي المثالي، أو ممكن نقول استرجاع لذكريات سعيدة في ذكرياتنا أو في حياتنا. ممكن نقول برضو إن هي الوسيلة اللي عقلنا بيستخدمها علشان يرفع بيها من حالته المزاجية أو حالته النفسية. معاكو ضحى نجاح في حلقة جديدة من برنامجكو أنا وضحى، ومعايا ضيفتي إيمان مدحت. إزيك يا إيمان؟ إزيك يا ضحى، عاملة إيه؟ إيمان ميك أب أرتست من السويس. أيوة. إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله. أخبار الذكريات معاكي إيه؟ لأ ليها حاجات كتير جدا طبعا. الواحد ما يقدرش ينساها في أي موقف في أي مناسبة. أكيد أيام الواحد اللمة والعيلة بالظبط. والعزومات أكيد لأ بيبقى ليها طبعا إحساس خاص جوانا بنشتاق له، بنبقى فيه وقت كده إن احنا محتاجين له، محتاجين نرجع له. بنرجع لها لما نكون عايزين نتبسط، أكيد عايزين نرسم الضحك على وشنا. بالظبط فعلا. زي ما حد كده يبقى معدي يقول لك تضحك عليه، يقول لك اصل افتكرت حاجه. أيوه افتكرت موقف يضحك، افتكرت حاجه فعلا. بتبسط. أيوه فعلا. الموضوع زمان كان فيه بساطه وروح حلوه. أكيد النفوس كانت هادية طيبة، ما كانش فيه حد بيشيل لحد حاجة جوايا زي دلوقتي. بالظبط. برضو يعني الناس كانت روحها حلوة وعندها صبر. بالظبط. دلوقتي الناس ما عندهاش خلق لأي حاجة. لا النسب تفاوتت جامد، يعني نسبة الهدوء والطمأنينة والراحة كان طب أكبر ممكن بكتير زمان في عن وجهة دلوقتي. نظرك البسيطة كده ممكن يكون بسبب ايه؟ حاسة الزمن سريع. العجلة واخدانا، بالظبط. محدش فاضل حد. المشغوليات بقت اكتر، تفاصيل حياتنا بقت زحمة اكتر بالظبط. غير دلوقتي، غير زمان طبعا. كل حاجة كانت بسيطة وهادية، وكل حاجة بنستمتع بيها، بنقدر ان احنا نستمتع بكل تفصيلة بكل يعني عن تفصيلة دلوقتي. صغيرة. بالظبط. تمام. طيب هنرجع هنتكلم في موضوع الحلقة من هنا لغاية لما الحلقة تخلص. تمام. بس أهم حاجة، أنا سمعت إن أنت النهاردة عاملة لنا رحلة في آلة للزمن. بالظبط كده. قولي لي فعلا هتعملي إيه النهاردة؟ حبيت ان النهارده يبقى طبعا انا هتكلم عن الميك اب، فحبيت ان انا ادمج التاريخ كله من بدايه الخمسينات حلو. لما بدانا ان احنا يبقى في ماتيريال نقدر نمسكها بايدينا ونستخدمها. فكل زمن كان ليه الصيحات بتاعته. الحاجه اللي تميزه. بالظبط لغايه دلوقتي. يعني انا فاهم من كده ان انت هتاخدي حاجه من كل حقبه. ايوه. طب حلو. وهنعمل لوك مجمع كل الزمن دوت مع بعض. انا يا جماعه نسينا نعرف باهم حد عندنا دلوقتي النهارده. استاذه حبيبه هي الموديلز الموديل بتاعتنا النهارده، فهتبتدي معانا. قولي لنا اكيد. بس عشان انت انا عارفه ان وقت الحلقه ضيق، فانت اكيد بداتي بحاجه بيزك قبل ما نخش، قبل ما طبعا نكملي. اكيد. قولي لي عملتي ايه. انا حبيت ان انا بس ابتدي بالفتره الاولى اللي هي فتره الخمسينات. تمام. اللي هم كانوا وقتها بيعتمدوا على ان البشره تبقى صافيه وتبقى فيها نضاره وبلاشر كانوا معتمدين خفيف. اكتر تقريبا على اللون الوردي والخوخي، بالزبط. الحواجب الطبيعيه الناتشرال. بالظبط كده. فحبيت ان انا ابدا بيه بس اللي هو الفتره الاولى اللي هي مجرد فاونديشن بسيط هيتحط على البشره علشان يديها رونق ونضاره وبس، مش تمام اكتر جدا. من كده. قبل ما تبتدي بقى تقومي وتكملي معانا بقيه الحقب، فاكره اعلانات زمان؟ اكيد. كان ليها أكيد. طابع مختلف مش زي دلوقتي كروت، لا كان في اغنيه وبتتلحن والناس بتقول كورال وانا نحفظها وراهم. فعلا. فكان في مختلف. اكتر اعلان فاكره ايه؟ الشوكولاته جيرسي. على فكره اختفت فتره ولغايه دلوقتي عايزينها ومش لاقيينها. لا فظيعه. وايه وان تاني؟ هي واكله الجو، كان في كده شويه انا بالنسبه حاجات لي كان جميله. اخر حاجه او اكتر حاجه كانت معلقه في دماغي كوبرتينا وعبد الرحيم عمرو. بالظبط. احتكم الامر. نطلع نتفرج على اعلانات زمان ونفتكر ايام زمان مع اعلانات زمان ونرجع تاني. سيداتي انساتي سادتي، نقدم لكم شخصيات كريستال المجنونه. يا كريستال يا كريستال كلها تحفه، شكلها توحه شكلها توحه، بسكوت بسكتوها بسكتوها، الكراميل كرملوها كرملوها. بيتزا جديدة محل تحت، اصلها تبقى بيتزا بلس، تاكل عمر
يو اس اي يبقى هيتجوز وي هي وبرطينة في الفتحة يو اس اي تبقى الجوازة ناجحة وبرطينة في الخطوبة موافقين هتجوزوني الله طب ما تتجوز يا اخي بقول لك هتجوزوني وفيها ايه يعني انت برضو هتجوز انا مش شايف بروبلم واجيب جهاز منين ما عندك جهاز العروسين عبد الرحيم عمرو طبعا عبد الرحيم عمرو ازاي بحتك من عمرو بحتك من عمرو من عبد الرحيم عمرو بحتك من عمرو يا جماعه وهتجوز الاعلانات اللي كانت لسه عارضينها فاكره عبد الرحيم عمرو تقريبا ما حدش كان بيتجوز زمان غير بكوفرتينا واساس عبد الرحيم عمرو بالظبط فعلا ومندولين وياسمين عبد العزيز كانت متالقه تقريبا في ثلاث ارباع اعلانات زمان طبعا واعلان لمبوده الحاجات دي مش مجرد سلعه وخلاص هم كانوا بيفننوا ان الناس تحفظ الاغنيه وتفضل تغنيها لغايه لما تشتري السلعه لغايه دلوقتي هم نجحوا في ده لغايه دلوقتي فعلا لسه في ذهننا لسه بنفتكرها ونغنيها كلماتها بالظبط والمشاهد اللي جوه الاعلان هاي هنبتدي دلوقتي فتره الستينات بما اننا خلصنا الخمسينات الستينات كانت مشهوره بايه امين كانت مشهوره طبعا بالايلاينر واللي ما كانش يعني فيه برضو جزء منهم كان بيحب اللي هو الميتاليك الوان الميتاليك تمام واغلب الوقت كانت بتبقى هاديه فانا حبيت ان برضو يبقى الاي شادو نبتدي بيه اللي هو كانه بيز الاول لاي حد حتى حابب يحط ميك اب تمام اهم حاجه ان في الخطوات دي كلها الناس هتعرف تستخدمها بالظبط انا حبيت برضو ان في كل فتره نقدر ان احنا اللوك اللي احنا هنعمله يبقى نقدر ان احنا نخرج بيه يعني هيبقى كامل اوكي تمام انا معاكي بس نحاول ان احنا نزود البلاشر شويه علشان نواكب الفتره ديت اوكي انا معاكي برضو كان خفيف وقتها اللي هو بس حاجه تبرز جمال البنت واصلا اللون الخفيف الخمري ده منتشر لغايه دلوقتي وترجع تاني موضه زي زمان فعلا وبمناسبه بقى الايلاينر اللي انت لسه هترسميه الايلاينر ده حرفيا عامل ازمه لبنات كتير ما تفهميش هي بتجيبها من اليمين للشمال يعني في مدارس كتيره في الحوار بس اهم حاجه في الاخر يطلع حاجه واحده تمام الوينج ساعات هنا يبقى يمين هنا مش عارفه طالع فوق شويه المشكله ديت في ايه في ان احنا بنات كتير تيجي تمسك عين واحده وترسم الايلاينر كله تمام يعني لازم تعمل بيس في كل واحده تخلص العين دي وتبتدي في العين التانية لكن المفروض الخطوات الصح ان احنا نبتدي بعين اول خط فيها زي ما انا هعمل دلوقتي بالظبط ايوه اشتغلي وانت بتقولي عشان الوقت اهم يعني حاجه نمشي خطوه خطوه في نفس العين بالظبط واهم حاجه ان احنا ندور على حاجه نقدر ان احنا نمسكها ونعرف نتحكم فيها تمام سواء فرشه سواء قلم ايلاينر سواء ريشه دي الحاجات اللي احنا هنقدر نتعامل بيها بالايلاينر شوفي انت ايديكي هتقدر تتعامل مع انهي احسن تمام انا معاكي فاحنا المفروض ان احنا هنبتدي غمضي حبيبه في مقوله كده يا ايمان بتقول وانت شغاله هكلمك فيها طب هقول حاجه معلش تمام هنبتدي بخط كده انا عملت أوكي. خط ماشي تمام اللي انا هبتدي منه الايلاينر اللي هو الوينج بس الوينج او اللي في النهايه تمام هبتدي الناحيه الثانيه بنفس الشكل ماشي عشان عينك تبقى حاكمه مين راح فين يعني انا دلوقتي عرفت انا بدات منين ووقفت فين تمام نفس الشكل بالظبط هبتدي الناحيه الثانيه في نفس المكان بتاع العين الاولى تمام تمام معاكي وبعد كده هنكمل برضو حاجه بسيطه بالظبط بالظبط يعني هنبتدي من هي تقريبا بيبوظ الدنيا معانا ان احنا بنخطط من اوله لاخره كده مره بالظبط لا ده يعني احنا كميك اب ارتست ما بنعملش الحركه دي تمام يفضل ان احنا ما نعملهاش تمام احنا باخد من نهايه الخط الاولاني اللي انا بدات بيه بالظبط ماشي وهنزل براحتي خالص لغايه خط الرموش زي ما يجيب معايا مفيش اي مشكله بالزبط. هو التوتر وان احنا من كتر ما احنا عايزين نظبطه ده بيبوظ الدنيا وتقريبا تخنه او رفعه بيبقى على حسب الجفن وعلى حسب احنا عايزين اللوك عامل ازاي لو عايزينه ناتشرال هيبقى الخط رفيع اقرب
على قد ما نقدر لخط الرموش. تمام. ولو حابين ان هو يبقى يعني اللوك يبقى سهرة او كده لازم يعني نزود الخط تيكي. يبقى باين. ماشي. تمام. بس انا خلصت من هنا من النهاية نقطة. تمام. ونزلت على خط الرموش الناحية التانية. الناحية التانية برضو هعمل نفس الفكرة. تمام. في مقولة كده يا إمام بتقول انه العينين اخوات مش توأم. بالزبط. يعني مهما نعمل اكيد هيبقى في حتة اكيد مش مظبوطة. عايز اقولك ان يعني اكبر الميك اب ارتست بيبقوا برضو استحالة ان الايلينر يطلع تيبيكال واحد. اصل احنا مش مكنة هنطبع. أيوة. وخلاص. بالزبط. لا طبعا صعب جدا. فأكيد احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخليهم زي بعض. زي بعض. لكن ما يبقاش واحدة رايحة. أيوة. يمين والتانية رايحة شمال. بالظبط. يعني احنا كده خدنا من فترة الستينات الايلاينر. تمام. لان ده اللي كانت مشهورة بيه الفترة دي. بالظبط. والحواجب زي ما احنا ناتشرال تقيلة. فعلا. بس طبعا انا دلوقتي عملت الخط ونزلت كده لغايه خط الرموش وهنا في مكان فاضي. المفروض ان انا هعبيه. هتملي. وعايزه برضو اقول حاجه ان اهم حاجه في رسمه الايلاينر ان انت تسندي ايديكي عشان ما تتهزش. بالظبط. علشان هو دوت اللي بيخلي فيه رعشه في رسمه الايلاينر. انا عاده ما بعرفش ارسم الايلاينر وبزهق من الوينجات بسرعه فبحطش وينج اصلا. لا يعني في ناس كتير عشان ما بتعرفش ترسم الوينج بتعمل زي كده ما بتحطش الوينج اصلا. لا طبعا بيبقى هو طبعا بيدي شكل حلو قوي للعين. بيدي سحبه كليوباترا. بالظبط. واحنا ممكن يعني احنا لو قصرناه اللي هو بس مجرد خط صغير هيدي شكل ناتشورال جدا. تمام. وعينك برضو مرسومه. تمام. اللي هي فيها شكل السحبه. معاكي. طيب فتره السبعينات بقى اللي انا اعرفه ان هي كانت فتره فانكي جدا مليانه الوان بقى وبهرجه اللي هي فتره الديسكو طبعا. بالظبط فتره يعني الديسكو. انت رايحه فين؟ الديسكو طبعا. بالظبط. هو بقى الالوان بقى اللي هي الجليتر. الالوان اللي هي الفقعه. ايوه. بس انا سمعت ان كان في انشقاق على الموضوع ده يعني مش كل الناس كانت بتعمل كده صح ولا ايه؟ إيه طبعا. أوه. لا كان في ناس بترجح اكتر فتره الستينات. اللي هو كان اللوك ناتشورال قوي. أوه. وبس بمجرد حاجات تظهر الشكل. شايفه ان هي كده انثى مش محتاجه تحط ميك اب اوفر. بالظبط فعلا. تمام. ولكن في ناس تانية حبت فتره الديسكو ديت وان هي بقى لا حابه ان هي تظهر جمالها اكتر. تمام. بشكل لامع اكتر. لامع. بروبرق اكتر. بروبرق. بالظبط. فاحنا بس مجرد بس خط بسيط في نهايه العين انا حسيت ان انا رسمتها. بالظبط. حتى كده. مش محتاجه حتى اكمل خط العين على فكره. للي جوه. اوكي كملي العين الثانيه وانا بكلمك عشان ايه نخلص الموضوع. انا تقريبا خلصتها. العين الثانيه تمام؟ تمام. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. في حاجه بقى يعني دلوقتي عاده الناس لما بتيجي تحط ميك اب تحط الشادو الاول الاي شادو الاول وتظبط عينيها وبعد كده تحط الايلاينر اخر حاجه. تمام. بما انك حطيتيه في الاول فعادي الموضوع مش مدرسه مش اوفر مش مستكت. لا خالص. تمام. انا مدام انا معايا الفرشه اللي انا هستخدمها وبحطها في المكان اللي انا عايزه استخدم فيه اللون. فخلاص انا بعيده عن خط الايلاينر. بس هو طبعا المحبذ ان انت الترتيب يبقى بالزبط. افضل اكيد عشان يبقى حتى عشان نظافه الميك اب. وانا شايفه كده اللوك حلو قوي لو حد مثلا طلع بيه مشوار. مش احنا ممكن بس نزود الروج شويه. بالظبط. طيب ايمان واحنا بنتكلم كده فاكره برامج ايه من زمان؟ برامج كانت معلمه معاكي وتتفرج عليها دايما ايام التلفزيوني الاحمر الصغير اللي في قناه اولى وثانيه بس. التلفزيوني ده كان مثلا. ايه التلفزيوني ايه بالظبط؟ تاكسي السهره. والشكل اللي هو كان كاريكاتير دوت اللي كان بيعمله ده معلم معايا جدا لغايه دلوقتي. بالظبط. بيبقى حاجات فانكي كده. وتاكسي السهره. بالظبط. نيلي وشريهان ما حدش يقدر يسمع نيلي وشريهان. لا طبعا. احنا لغايه دلوقتي بنفتكرهم. اكيد ليهم ذكريات كبيره جدا معانا لغايه كان في برامج كده يعني انا مثلا انا ايام انا تسعيناتي انا يعني صغيره شويه فانا على ايامي كان التلفزيون الصغير ده نقعد في البيت عشان اتفرج على عالم سمسم كان لازم اتفرج على النشره الفرنسيه فافضل اسمعهم بقى بيصوصوا طول اليوم وماما هتخلص امتى فاضل لها ربع ساعه 10 دقائق 5 دقائق. أيوة. عالم سمسم جه. أيوة فعلا. كان في انتظار. دلوقتي احنا تقريبا 24 ساعه ماسكين الريموت بنقلب مش لاقيين حاجه نتفرج عليها. احنا اغلب الوقت اصلا مش بنتفرج على حاجه بنقلب بس بنقلب بس. الاعلانات كترت قوي لدرجه ان احنا ما بنتفرجش على حاجه. فعلا. بقلب من الاعلانات
ما بنثبتش على حاجه معينه. ايوه بالظبط، اللي هو ما فيش استمتاع باي حتى التفاصيل البسيطه بتاعت زمان. مش عارفه يعني بالرغم ان تقدم التكنولوجيا وكثر القنوات، بالرغم من كده مش عارفين نتفرج على حاجه. لا خالص، مش لاقيين نروح في اللي احنا بنتفرج، مش عارفين نستطعم حاجه. حتى لو حاجه معينه مثلا شدتني شويه، اول 10 دقايق بعد كده لا انا مليت عايزه حاجه تانية. بالظبط، ف مفيش استمتاع زي الاول. طب نطلع نسترجع شويه من برامج زمان، نتفرج على برامج زمان ونفتكرها ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا شويه برامج من اللي فات. الحاجات دي بنتفرج عليها دلوقتي نبتسم كده، ما تفهمش بتبتسم ليه، بس انت البسمه بتطلع من الودن للودن تقريبا. معانا مداخله، معانا استاذ احمد. استاذ احمد يعني رايح مشوار وراجع تاني تقريبا. ايه يا ايمان، وصلنا لغايه فين؟ رسمت الشفايف تقريبا. هو الموضوع بس بياخد شويه وقت. طب انا هقول لك على حاجه، وانت بتتكلمي وانت بترسمي كده انا اناقشك في حاجه. اتفضلي. احنا قلنا ايام زمان واللي فات واللي راح واللي عدى، واحنا حضرت 7000 سنه، وايام زمان كانت اروق من دلوقتي والشوارع فاضيه، بس دلوقتي رجعنا للزحمه، وممكن بني ادم تقريبا يعدي عمره كله على الكوبري ما بيطلعش من عربيته خطوه قدام. فعلا. تفتكري الموضوع بتاع عدم الصبر والناس ما بقاش عندها خلق والاخلاق دي، يعني الطفره اللي مره واحده لانها انفجرت معانا مثلا، ممكن تبقى بسبب ايه؟ اقول لك ايه، حاسه كتر الزحمه وكتر الناس وكتر المشغوليات اللي احنا فيها، بقى في ضغط نفسي وضغط عصبي على كل الناس اللي موجوده، فبقى مخلي الناس مش مستحمله بعض، حتى مش مستحمله بعض جوه البيت. طب هرجع لك في النقطه دي، ناخد استاذ احمد. الو، ازيك يا استاذ احمد؟ انا مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. بس عندي المدام بس في نمش كده تحت عينيها. مشكله ايه طيب؟ نمش صغير كده تحت عينيها يا فندم. نمش؟ عايز تعرف توديه ازاي؟ اه يا فندم. طب هو النمش حاجه ناتشرال قوي يعني، المفروض ده علامه من علامات الجمال يعني. دي ده دلوقتي بقى فيه ده في ناس بتسمى بالحنه. بالظبط. لا ده بيبقى فيه ستامب كده بتتحط وبيترش عليها اللون البني دوت. بالظبط، وبيدي شكل ناتشرال جدا، بيبقى شكله لذيذ. انا متهيالي يعني استاذ احمد هي حاجه ناجعه موضه دلوقتي، فالموضوع لا احنا مش عايزين الموضه، احنا ما هو بقى كميك اب يشيل الكلام دوت. هو الميك اب ممكن يشيلها، بس هي لو ماده مثلا او انت عايز دواء نهائي مش هيبقى فيه، دي حاجه في الوش ربنا خلقها زي الحسنه اللي بتبقى في الجلد. بالظبط، زي الحسنات، هي عامله زي الحسنات بس وش خفيفه. في الوش. فانت لو عايز تشيلها بالميك اب هي ممكن تصدمها بالكونسيلر تقريبا، صح يا ايمان؟ بالظبط، او الفاونديشن تمام. كونسيلر. طب شكرا يا استاذ احمد، هنحاول نشوف لك رد من الموضوع ده. هو طبعا الفاونديشن احنا مجرد ما بحطه بيخفي لي اي الوان في تصبغات البشره. بس انا شايفه على حسب الدرجه، حتى النهارده عامله اللوك الناتشرال بتاع النمش دوت، يعني بالعكس ده حاجه جماليه. زمان ايام زمان كنت انا بتضايق من النمش واقول هو كتير قوي في وشي كده، بحاول اداريه، بس انا دلوقتي عادي مش فارق معايا، حاسه ان هو راجع موضه كمان. ده بالعكس، يعني مثلا في ناس بيبقى عندها مثلا مشاكل معينه في بشرتها، تيجي بعد ما تحط الفاونديشن ترجع تحط النمش تاني. بالظبط، بيدي شكل ناتشرال قوي جدا حتى وانا حاطه ميك اب. طيب قولي لي وصلت لغايه فين؟ انا حبيت بس ان انا بعد رسم الايلينر بس هو روج يظهر بس اللوك شويه ويبقى متناسق مع الايلينر اللي احنا عملناه. تمام تمام. بس نرجع لفتره الثمانينات، الثمانينات تقريبا ما كانش فيها اختلاف كتير. الثمانينات كانت فيها مادونا، الوان باهته. فاكره مادونا؟ طبعا الحواجب الناتشرال قوي، الناس كلها رجعت تسقي حواجبها تاني، والحسنه اللي بتتعمل بالقلم الاسود. بالظبط، فوق الشفايف كده بشويه. يعني متهيألي باللوك ده احنا مشينا لغايه الثمانينات بنفس الحواجب تقريباً الخفيفه، قصدي الناتشرال، واللوك هادي جدا وما فيهوش اي حاجه. بس في فتره الثمانينات كانت برضو بيعملوا الحواجب الثمانيه. التسعينات اكتر، تقريبا بدايه التسعينات اكتر كانت الثمانيه. لا هي عشان يبينوا الاي شادو اكتر. هي السبعينات مع فتره بقى الاي شادو الطاري
كان الحواجب رفيعة. هما تقريبا الحواجب بيرفعوها اكتر, بيرفعوها ويتقلوها, يرفعوها ويتقلوها. هي لا يعني هما مثلا في الفترة بتاعت الديسكو دي انا حابة ابرز جمال العين, فعايزة احط الوان اكتر, عايزة احط جليتر اكتر. تمام. فعلشان المساحة تديني مساحة اكبر فاخفف الحواجب وارفعها لفوق عشان المساحة اللي فوق العين بالزبط. دي تكبر. اقدر احط كل اللي انا عايزاه بالظبط كده. تمام. رجع بقى للالفينات بتاعتنا الجميلة الامورة اللي فيها حاجات حلوه كده. بس برضو التسعينات كانت اللي هي بقى الفتره بتاعت المسلسلات بتاعت زمان. أوه. ايام جيهان نصر والناس ديت, صفية العمري ورسمت عينيها بالظبط. يا رهوي الكات دي اكتر واحده مشهوره في مصر بالكات اوي. بس برضو كان في الفتره دي بيستخدموا الالوان اللي هي البهته شويه, البينك الفاتح, الازرق الفاتح, الاخضر الفاتح, الحاجات الالوان اللي هي جريئه وفي نفس الوقت كانت فاتحه. فكانوا برضو بيستخدموا الكلام دوت في الفتره ديت. والروج برضو كان البينكات مع البلاشر لازم لازم بلاشر يبقى واضح في الكاميرا وفي الناس طول الوقت, لازم يبقى فيه بلاشر. يعني طب قول لنا دلوقتي عشان قبل ما نخش في الالفينات ونغير اللوك شويه, اللوك ده مثلا ينفع لايه؟ انا شايفاه ينفع لحاجات نهاريه عادي, ما فيهوش اي حاجه شيمري, ما فيهوش حاجه بتلمع خالص, هادي جدا, أنا أقدر بسيط الصبح عادي جدا بالظبط. جامعات ممكن مثلا الفاونديشن لو الناس بتنزل الصبح عشان بتخاف على بشرتها نبدله بسي سي بيبي كريم. والسي سي كريم دلوقتي بقى يتحط بقى ناتشورال اكتر. تمام. انا ممكن لو بشرتي ما فيهاش اي حاجه وبس ان انا متضايقه من شويه هالات تحت عينيا احط بس نقطه كونسيلر بس اوزعها تكنسل الهالات, وفي نفس الوقت هتلاقي بشرتي بقت صافيه جدا ومش حاطه حاجه. محدش هيعرف اصلا ان انا حاطه حاجه. نطلع للالفينات بقى اللي فيها الشغل. الالفينات طبعا الشغل كله بالزبط. كله حاجات بقى طلعت جديده, كونتور وتحديد البشره, الوجه طبعا لو في اي ديفوهات في الوش بنقدر ان احنا الانف نصغره. طيب. نكبره, الوش عريض نرفعه, الوش رفيع في نعرضه. ناس بتحب تبرز عظم الوجنه الخد. هو الكونتور معتمد على العظم بتاع الوش بالظبط. حتى المفروض ان احنا نحطه في اماكن العظم بتاع الوش. يعني انا اشوف العظم بتاعي فين واحطه فيه. إيه مثلا الناس اللي هي بتبقى عندها طبع الحسن ساعات بتقله بيه بالظبط. إيه هنا برضو نهايه الوش من تحت لو في الدبل الدقن المزدوجه, لو ديت موجوده بقدر اخفيها بالكونتور ان انا احدد. تمام. بالكونتور الوش. طيب. من تحت. معانا مداخله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ضحى. ايوه ازيك, عامله ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ طيب اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي هند عبد الراشد. ازي حضرتك يا استاذه ميرفت؟ هند سمعتها. هند ولا ميرفت؟ تقريبا هند. لا هند يا حبيبتي. ازي حضرتك يا استاذه هند؟ ازيك يا حبيبتي, عامله ايه؟ الحمد لله. الله يخليكي, عامله ايه؟ الحمد لله. عندك سؤال في الميك اب ولا ولا ذكريات ولا ايه؟ لا. الو. ايوه حبيبتي, انا كنت عايزه اسال الاستاذه ايمان لو عايزه احط كوندور. تمام. هو ده اللي احنا هنشرحه دلوقتي. الوش نحط ازاي؟ تمام. طب تمام يا استاذه هند, ماشي. هتقول لحضرتك دلوقتي ازاي؟ شرفتينا. شكرا. ابتدي بقى في الكونتور. دلوقتي انا لو عايزه, انا عندي الموديل اللي معايا دلوقتي وشها عريض شويه. تمام. فانا هحاول ان انا انحى في الوش ازاي؟ انا دلوقتي هنحى في الوش كده. لو حبيت لو انا عايزه ارفع الوش هنزل بطريقه مايله شويه. تمام. لو بقى لو حد معايا الوش بتاعه صغير ورفيع وعايزه اعرضه هيبقى الكونتور كده. تمام. بالعرض. اوكي. لكن التنحيف هيبقى كده. من اول العظمه هنا لغايه هنا. يعني المنطقه دي بتبقى ما ينفعش نيجي جنبها باي حاجه. ولا بلاشر ولا كونتور. هنقف هنا كده. انا حاولت ان انا انحف الوش شويه. في شويه حاجات كده يا امام بتطلع على النت
زي حيل كده الميك اب بتسهل وان انت تحطي ميك اب اكتر. يعني مثلا في مره شفت هاك او حيله مثلا انت تحطي المرطب الاول بعد كده البرايمر بعد كده سبراي مثبت وبعد كده تحطي لوز باودر وبعد كده تحطي فاونديشن فبيدي فرد اكتر. هل ده بينفع مع كل البشرات ولا طفرات من الاخر؟ هو مثلا في ناس المسام بتاعتها بتبقى واسعه شويه فبتدخل الهيك ديت علشان ان هي يعني تملى الفراغات بتاعت المسامات. تمام. فبرضو بيبقى يعني اللي هو نستخدمها لما نبقى محتاجينها وبتبقى تمام. عايزه ممارسه برضو اكتر علشان الفاونديشن لما نحطه بعد البودر ما يكلكعش معانا. طب في حاجه كده وانت شغاله اسالك عليها؟ يعني هنا مثلا القوره هنا حساها مثلا عريضه شويه، ممكن نصغرها. لو حطينا عليها شويه كونتور هنا بالظبط هنحس انها صغرت معانا، فهو ده اساس عمل الكونتور. في حاجه تانية كنت عايزه اقولك عليها، انه في بشرات كتير مش بيجيلها، يعني في بشره مثلا تحسي ان نفس الفاونديشن عليها زي الفل وعامل بليندنج حلو جدا ومش باين اي حاجه، في بشره تانية تيجي تحط نفس الفاونديشن مع انهم نفس الدرجه عادي، مش بتكلم عن درجه اللون، بتكلم عن نوع. فهمتك. بشرتها تلاقيها حببت الفاونديشن ومشربوش ما عملش ده بيبقى سبب ايه بقى؟ الترطيب. اهم حاجه ترطيب البشره حتى لو كانت دهنيه. انا ناس كتير مثلا تبتدي تصادفني طريقه بشره دهنيه ما بحطش ترطيب. بالظبط. على فكره الموضوع ده غلط جدا، ما فيش حاجه اسمها بشره ما تترطبش. تمام. انا عايزاكي طول الوقت تتخيلي ان البشره ديت عامله زي الارض الزراعيه، لازم تسقيها. الارض ديت فعلا اصل احنا مخلوقين من طين اصلا. أيوه. هي نفس الفكره فعلا، انا ما بعدتش. أيوه. فالارض دي لو انت فضلتي خدتي وقت ما سقيتيهاش بالظبط هتلاقيها شققت. يعني اهم حاجه الترطيب مش في ساعتها، في طول الحياه قبل ما ننام طبعا لازم كريمات مخصصه قبل النوم لترطيب البشره. بالزبط. لازم طبعا اول ما نصحى من النوم بنغسل بالغسول والمناسب لبشرتنا وبعد كده نرطب برده بعد الغسول اساسي. طيب يا قبل الميك اب ترطيب. ماشي. معانا ايه ونرجع نكمل موضوع الترطيب. كملي انت عادي. الو الو، ازيك يا ايه؟ تمام الحمد لله، زي حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي سؤالك ايه؟ بصي انا ما بحطش ميك اب خالص. تمام. تمام. وما بحبوش عامه يعني. زي فعايزه روتين امشي عليه يعني للبشره. روتين تنظيف ولا يعني روتين ميك اب؟ انت عايزه ايه يعني؟ ترطيب عشان لو تيجي تحطي ميك اب يبقى كويس؟ مش لا لا لا، انا مش عايزه احط ميك اب، عايزه روتين مثلا غسول كويس، امشي على ايه؟ اوكي ماشي ماشي يا ايه. تمام. وفكرتك يعني انا مثلا وصفات لتفتيح بشره، ان انا ما بحبش الميك اب اصلا على وشي نهائي. اوكي. انا عامه بشرتي عاديه. تمام. عاديه ماشي ماشي يا ايه. اوكي. هو اهم حاجه لسه اللي هو لسه قايلينه دلوقتي، لازم اهم حاجه غسول مناسب للبشره. تمام. انا بشرتي عاديه ولا جافه ولا مختلطه ولا دهنيه؟ لازم طبعا اشوف نوع بشرتي ايه عشان اقدر استخدم لها الغسول المناسب. بالظبط. تمام. ولازم كريم مرطب مناسب لنفس البشره. تمام. حاسبي بس عشان بدا يعك في الطرح. وكريم مناسب للبشره ونرطب قبل ما ننام. وفي طبعا الاي كريم. لازم طبعا برضو علشان المنطقه دي اقوى منطقه بتخطط. تمام. وغير الهالات اللي هي التجاعيد بتاع الضحكه. بالظبط. التخطيط ده لازم يبقى فيه ترطيب طول الوقت علشان ناخر ظهوره على قد ما نقدر. نقدر يعني. طيب. هو كده كده هيظهر. بس نحاول نقلله. خلصنا الكونتور كده. انا بس حبيت ان انا اتكلم في الموضوع دوت الانف، ان انا دلوقتي عايزه اصغر الانف بالكونتور. هبتدي من هنا من تحت الحاجب بالظبط واحاول انزل خط دايركت كده لغايه تحت. تمام. على فكره انا بستخدم كونتور باودر لان هو الكونتور الكريمي كان موجود فعلا في اول الالفينات، بس بقى من كتر ما هو حاد بقينا ان احنا نبعد عنه شويه. البليندنج بتاعه صعب شويه. هو طبعا للناس العاديه، هو المفروض ان الكونتور الكريمي بيستخدم للسهره للسواريات كده مناسبه. تمام. بالظبط. فالعادي لا هيبقى تقيل قوي. لكن دلوقتي برضو احنا حبينا ان الموضوع يبقى ابسط، فبنستخدم الكونتور اللي هو بيبقى باودر، بيبقى افضل بالنسبه لنا.
هنا برضو انا حسيت ان هي عندها هنا في عظمة عالية شوية، انا لو حطيت عليها سنة صغيرة من الكونتور هتخفيها شوية، مش هتخفيها بس يعني هتديني خدعة بصرية انها ما تبانش نزلت لتحت او بقت في نفس المستوى. تمام، منورانا يا حبيب. انا حددت هنا برضو الفك من تحت علشان يديني الشكل التحديد بتاع الفيس. تمام، بس وبعد كده بقى طبعا الكونتور والهايلايتر طبعا اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنه دلوقتي. الهايلايتر ده بحسه يعني بالذات لو البشره دهنيه مثلا، لو هنتكلم بشره دهنيه يعني دلوقتي حاطه فاونديشن اوريدي بشرتها عماله تطلع دهون وبتلمع لوحدها، فهي مش محتاجه اي حاجه هايلايتر، فكمان تحط هايلايتر؟ انا بشوف ناس كثيره بتحط عادي في اني واي. لا طبعا الهايلايتر ما ينفعش تحط الصبح نهائي، هو بيبقى فيه دلوقتي زي سائل هايلايتر ممكن نحطه مع البيبي كريم لو دمجناهم ممكن مع بعض هيدينا شكل النضاره شويه. احساس النضاره بتاعت الوش ديت بتدي راحه، بتدي راحه نفسيه حتى للشخص حتى اللي هو عايز يستخدمه. وبالنسبه للايه لما قالت هي مش بتحب تحط ميك اب، هي مش لازم تحط ميك اب، هي لو عايزه مثلا تمشي على الروتين اللي احنا قلناه بالظبط هتلاقي وشها لوحده بدا يحمر وكده وخدودها في برضو صحيه اكتر. هو برضو يعني هي دي حاجه خفيفه، هو ميك اب بس حاجه خفيفه شويه اللي هو التنت. التنت بيبقى حلو قوي وبيدي لوك ناتشرال قوي مع الشفايف كمان، بحس ان هو يعني كانك مش حاطه حاجه فعلا حرفيا. بس معلش في حاجه إيه؟ الناس برضو في البنات بيحطوه بشكل اوفر، بيزودوه قوي، بيحطوا الحته دي كامله لا واللون واللي هو كذا طبقه اللون بيعلى بيبقى موضوع صعب. هي نقطه وبتبلندي بالبيوتي بلندر بالظبط. انا عايزه انا هو معمول لي علشان يبقى اللوك ناتشرال. تمام، مش علشان انا اقول حاطه، لا ما هو مش معمول لي. طب حطي بلاشر بقى وحطي ميك اب كامل وما تبقاش حاطه اي حاجه خالص برضو وتقل. طب انت يعني ايه لفتي النظر؟ انا اول ما بصيت لك ايه اكتر حاجه ملفته ليكي؟ هشوف ده. طب فين عينك وفين بقك فين بقيه الفيس؟ المفروض انا بصيت لك اشوف الفيس كله متناسق مع بعض. تمام، معانا مداخله اسراء. الو، ازيك يا اسراء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. ايه يا اسراء السؤال بتاعك؟ اسراء ابعدي على التلفزيون شويه بس. اسراء ابعدي شويه بس على التلفزيون وعلي صوتك وقولي سؤال تاني. هي عندها كام سنه الاول؟ انا بحب الميك اب. تمام، بس ما اعرفش احطه كتير قوي. انت عندك كام سنه يا اسراء؟ هي اسراء ذهبت ولم تعد. انا حاسه ان هي صوتها صغير شويه. انا صح فكرتيني بده سن صغير. ايوه دلوقتي الناس يعني احنا زمان انا فاكره ان انا على ايامي لو بنقول انا عليا صغيره وكده انا تقريبا ما بداتش احط ميك اب، ده لو كنت اطلق عليه ميك اب اللي هو الكحل والزيت الكاكاو دي كنت بحطها في الجامعه. ايوه فعلا. دلوقتي حرفيا من اول اعدادي لغايه ما بيكبروا هم بيحطوا في الميك اب كل يوم وهم نازلين. الموضوع ده منتشر قوي. طب سيبك من ان هم مثلا بيجملوا بشرتهم، طب انتوا ما بصيتوش بعد 5 سنين مثلا قدام هيحصل ايه للبشره؟ لا هيحصل ايه للبشره بالظبط؟ مهما كان الميك اب معايا اوريجينال وخامته كويسه اكيد انت بتكتمي بشرتك وبتكتمي المسامات وبتغيري ملمس الجلد يعني بتخلي يبقى فيه مشاكل حتى هتظهر معاكي بدري. فيعني احنا نحاول ان احنا ناخره ونخلي الحاجات دي المفروض نستمتع ببشرتنا زي ما هي ونعيش اننا زي ما هو. بالعكس الشكل البيبي دوت بيبقى ليه جماله بالظبط، يعني ان شاء الله يعني الواحد هيعيش كل فتره فناخد كل فتره بشكلها ما نحاولش ان احنا على الحاجات دي. بالعكس انت بدل ما انت متخيله ان هو هيدي لك شكل حلو، لا بالعكس انت هيديك لك شكل مش حلو خالص والناس هتنتقدك. فانا مش مع الناس دي بصراحه. هنشوف الموضوع بعد المداخله. معانا مداخله ثانيه. الو، السلام عليكم. ازيك يا رؤية؟ الحمد لله ما شاء الله عليكم منورين الشاشه والله. ربنا يخليك يا رب. عندك سؤال؟ لو سمحتي يا استاذه انا كنت عايزه اسال لو انا عندي هالات سودة فازاي اعرف اخلص منها يعني؟ تداريها بس ولا تخلصي منها بحاجه طبيه؟ ايوه يعني بالظبط عايزه اداريها بحاجه طبيه عشان عندي هالات سودة كتير. تمام،
بصي، هي اول حاجه لازم انام بدري واصحى يعني في الميعاد مناسب، دي اول حاجه. ما للاسف ما كلنا بقى عندنا مشكله هالات ليه، والمشكله دي بقت منتشره دلوقتي. احنا بنسهر طول الليل وننام طول النهار، دي اول حاجه بتاثر على الهالات. لازم ناكل خضار، احنا بقينا طول الوقت تكوي بالظبط، ناكل فاكهه، الحاجات دي فعلا بتاثر على البشره وعلى الشعر وعلى على كل حاجه، جسمنا كله. فلازم ان احنا نرجع للكلام ده تاني، مع طبعا بقى برضو عنايه كامله للبشره وكريمات العين. تمام، هنخش دلوقتي على الاي شادو. هحاول ان انا اخلي برضو اللوك ناتشورال شويه. بالظبط، انا بحب الموضه بتاعت الالوان الترابيه دي جدا، بحس ان انت وشك طبيعي جدا مهما حطيتي ميك اب بيبقى ناتشورال. بالظبط، في مقوله كده كل ما بشوفها بتضحكني. الرجاله تقعد تقول لك الستات بتفضل تضحك علينا وده مش الشكل اللي احنا نتعرف عليه، وتشيل الميك اب تبقى شكل تاني. انا شايفه ان الموضوع ده يعني مش صح، وصح مش صح في الناس اللي بتأفر قوي في الميك اب، مع ان المناسبه اللي هي رايحاها مثلا مش محتاجه ده. بالظبط كده، صح. مش صح في ال مش صح في ايه يا ربي، في اللي يعني دلوقتي هو ولد راح الحلاق وظبط دقنه وحاستك هنا وبستك هنا وظبط الدنيا ووشه بقى مظبوط، بالنسبه لنا ده الميك اب. بالظبط، احنا مجرد بنبرز عظم وشنا مثلا او بنبرز وشنا زياده عشان يبان. هي مشكلتنا بس في التفاصيل، انها في تفاصيل كتيره. بالظبط، بس لكن هو برضو هقول لك انا الموضوع ده طلع ليه، عشان اغلب الميك اب ارتست دلوقتي بيحطوا بيفور اند افتر. تمام، فانا دلوقتي بالظبط، فانا من ميك اب مفيش اي حاجه في وشي غاسله وشي وجايه اقعد. أيوة، غير لما ابقى حاطه فول ميك اب بمعنى الكلمه. فالناس بتستغرب ايه ده، فطبعا لازم يبقى في فرق حتى لو هي حلوه. ايوه، يعني ممكن هي عادي طبيعي وبتنزل، وبعدين لما واحد معلش يجي يتقدم هو يعني برده ما نزلتش بالفول ميك اب بتاع العروسه. بالظبط، هي جت عليه لا علي. هو كانت بالظبط هو وافق عليها بكده وراح اتقدم لها وتمام يعني، فيجي بقى لا ده ازاي وافق عليها كده، ازاي ما اعرفش ايه. هو شافها ووافق، اتفاجئ بيها بقى في الفرح بشكل احلى بكتير. مفيش مشكله. بالظبط، لكن هي اصلا كانت عاجباه من الاول. معانا مداخله. الو الو هند. تمام، هند مش موجوده. طيب انا بحاول اعمل لوك طبيعي شويه. يعني حاولت ان انا احط اول حاجه بحط الالوان اللي هي البيج الفاتح شويه. اللون الاورنج كده، في لون كده بيبقى بيزك ببتدي بيه اول رسمه اي شادو. دي لازم ابتدي بيها علشان يبقى ده اسمه لون انتقالي وهادي جدا، يعني ممكن حد يعمل البيز ده ويمشي بيه كده اللي هو كانه كونتور للعين، زي ما انا عملت كونتور للوش. تمام، ده برضو كونتور للعين. انا برضو لو حطيت الالوان الخفيفه دي كده خلاص انا ممكن انزل كده الجامعه. تمام، هيبقى حلو، هيبقى حلو جدا. جدا. بالظبط، بس ممكن بقى انا كل ما احط لون انا كده بزيد الميك اب، يعني بيروح بقى لفتره المسائيات. ولو زاد اكتر بقى سواريهات بالهايلايتر وكده زي ما هنشوف دلوقتي. تمام، هيروح للسواريهات. من ضمن الحاجات برضو يا ايمان اللي اتغيرت، احنا قلنا الحاجات اللي اتغيرت زي مثلا الاخلاق. لو هنتكلم على الاخلاق زمان، فالناس كان عندها زي ما بيقولوا مبادئ اكتر من كده. فاكره يوميات ونيس؟ طبعا، انا عايزه اقول لك ان انا لغايه دلوقتي بفرج ابني عليها. بالظبط، انا في حاجات قضايا بيناقشها انا بتوه من دماغي، او مش ببقى ننسى. عارفه المفروض ان انا اوضحها له ازاي. بالظبط، يوميات ونيس بتساعد على الكلام ده. يوميات ونيس مش مجرد مسلسل، هو مجرد لا، هو انا شايفاه برنامج تعليمي. اسلوب حياه وبرنامج تعليمي بجد. على فكره دي تلات اربع حاجات محمد صبحي كده، هو بيوصل لك الفكره بطريقه بسيطه جدا الناس تتعلمها وتمشي عليها. بالظبط، بس احنا عندنا مشكله في حاجه، ان احنا زمان كنا كده. زمان كنا بنحاول نتمسك بالمبادئ، بنحاول نتمسك بالاخلاق اكتر من كده، كنا بنبقى صادقين اكتر من كده مع بعض. احنا محتاجين يوميات ونيس ده دلوقتي اكتر من الاول بكتير على فكره. هي الفكره مش في يوميات ونيس، الفكره في الناس. يعني انا دايما بشوف ان الناس بطلت تصدق في زي الاول في المبادئ، بطلت تصدق في الاخلاق، بقى عندها اسهل حاجه هو انا اشمعنى انا، يعني ما هو الشعب كله عادي، يعني هجت عليا انا وانا اللي هبقى مؤدب وانا اللي هبقى صادق وانا اللي مش هعمل حاجه وحشه وانا اللي اقول ده حرام وده عيب.
ما هو لو كل واحد فينا قال اشمعنى انا، محدش فينا هيعمل حاجه، هنفضل زي ما احنا. الفكره ان احنا عايزين نرجع تاني بجيل محترم، عنده مبادئ، عنده اخلاق، عنده قيم ماشي عليها، بيتعلم ويعلم غيره، مش مجرد ماشي في طريق اللي هو انا يلا نفسي مش مهم الباقي. الفكره دي مقرقاني قوي، وفي نفس الوقت بحس انه الناس كلها شايفه اشمعنى انا، اسهل كلمه على قلبهم تيجي تقول مثلا ما ترميش الزباله في الشارع، يقول لك اشمعنى انا، على فكره ما الشارع كله زباله. المشكله دي بتاثر على اولادنا احنا بعد كده، يعني احنا دلوقتي الموضوع في التربيه. بالظبط بالظبط. يعني انت كأم مثلا لما ابنك يجي يعمل حاجه غلط، المفروض بنعمل معاه نقول له ده صح وده غلط. لما ينزل بقى الطفل دوت في المجتمع ايه اللي بيحصل؟ انا شخصيا ببقى واقفه في النص يعني ببقى ولا عارفه ان انا اقول له خد حقك، ولا ان انا عارفه اقول له اتراجع وما ينفعش ان انت تعمل كده، هيقولوا عليه سلبي وهيبقوا يعني بيستفزوه زياده. بجد دي مشكله كبيره فعلا، انا مش عارفه اعمل ايه. يعني هي الفكره بقى في موضوع التربيه زي ما انت قلتي بالظبط، فكره ان انا كأم اربي ولادي ان هم يقولوا ده صح وده غلط، حتى لو اللي حواليا غلط انا افضل صح، لان الطفل بطبيعته فضولي بيقول اشمعنى زميلي. فلو انا ربيت فيه من الاول ان هو يبقى كويس، ان هو يقول ان ده صح وده غلط، ده عيب وده حرام، انا مش هعمل كده علشان انا احسن منهم، مش مثلا حد ضرب ابني في المدرسه واقول له روح زقه، يعني ما خدتش حقك ليه بدراعك، ما عملتش ليه بنفسك، دي اكبر مشكله. روح فعلا. مش شتمك روح اشتمه. ايه يا جماعه، احنا كده بنربي اجيال زي ما احنا شايفينها دلوقتي كده بتطلع في الشارع تنطلق، ما حدش عارف يقول لها اي كلمه، ما حدش عارف يحكمها، ما حدش عارف يفهمهم ان انتوا بتعملوا ده غلط، انتوا بتعملوا لمستقبلكم. فكره النوستالجيا زي ما احنا قلنا هي حنين للماضي، فكره حلو حلو الماضي وان احنا نعيش فيه ونفتكره ونضحك ونبتسم ونقول الله الله يرحم ايام زمان، يا ليت الزمان يعود يوما. هو احنا ليه لما بنفتكر الكلام دوت ما بنفتكرش كمان مع الاخلاق؟ بالظبط. ليه كده؟ زمان ما كانش مجرد ذكريات سعيده بتبسطنا، كان فيها اخلاقيات احسن من كده، كان فيها بني ادمين زي ما بنقول كده جنتلمان. مفيش حد دلوقتي كده غير نوادر، عشان ما ينفعش اجمع نوادر وقله قليله هم اللي لسه محترمين. الجيل اللي طالع كله علشان ممكن يكون ما اتكش عليه في البيت قوي، يعني دلوقتي اي ام مثلا ربنا يعينها، احنا مش هنقول حاجه، ربنا يعينها مشغوله في البيت وبره البيت وجوه، والاب برده مطحون طول اليوم في الشغل، فالطفل لما يزن امسك الموبايل العب على اي حاجه، اتفرج على اي حاجه، صح؟ ايوه صح. بيتفرجوا على اليوتيوب بقى اي مسلسل، اي فيلم، اي اعلان في ضرب، في شتيمه، مش عارفه ايه، هيلقطوا، وهم هيلقطوا. انا ما قلتهوش من الاول ان ده غلط وده عيب، حتى لو اتفرجت واختلطت بالناس دي انت عارف ان ده غلط. عايزه اقول لك برده يا ضحى ان في امهات كتير علشان تريح نفسها وتريح دماغها تقول للطفل اقعد على اللاب، اقعد على التاب، اقعد على الموبايل، بالظبط اتشغل القناه بتاعتك على التلفزيون واتفرج عليها، اتشغل في اي حاجه، روح العب معايا لخالتك اللي هم ممكن يكونوا بيعملوا حاجه غلط. اغلب حاجات الاطفال دي بتبقى عنف للاسف. انت متخيله ان هو قاعد كده في تمام وفي امان؟ لا، انت مش عارفه هو بيتعلم ايه، انت مش عارفه ان هو ممكن الحركه اللي يعملها ديت يعملها ينفذها مع اصحابه. بالزبط. ويسبب لهم مشكله، لازم يبقى فيه متابعه. انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. بالزبط. اهم حاجه الاخلاق، اهم حاجه التربيه. يعني زي ما بنقول كده احنا حضرت 7000 سنه، احنا ايام زمان كانت رائعه، ايام زمان كانت جميله، هنفضل عايشين فيها كتير؟ هنفضل ماسكين فيها وسايبين حاضرنا وسايبين مستقبلنا مش باصين له؟ ما هو انا حلو الماضي بتاعي، اخد بقى منه العبره واخد منه اخطائي واتجنبهم او اعدل فيهم بحيث ان هو يبقى حاجه صح وما اعملش الغلط ده تاني، وفي نفس الوقت اخد الايجابيات وازودها عشان ابقى احسن في المستقبل، عشان اعمل حاجه احسن للمستقبل، عشان على الاقل ابقى افتخرت ان انا طلعت جيل مسؤول قادر ان هو يواجه اي حاجه قدامه، والناس تقول الله ده ابن فلان ده محترم، ده ابن علان ده كويس، الجيل ده علم وعمل وسوى وطلع بالبلد ونهض بيها. بالظبط. انا لو سايبه الدنيا طب يعني حامل على النابل كده مش هيبقى لذيذ. طب فين طه حسين؟ فين الناس فاروق الباز؟ فين الناس القديمه ديت؟ الناس دي اتربت ازاي بالرغم ان ما كانش في اي تكنولوجيا وما كانش في اي حاجه؟ يعني العلماء كلهم كانوا موجودين في الفتره دي متهيألي اكتر. هي الفكره ان احنا زي ما قلت لك
انا حبيت هنا ان انا احط تحديد بني تمام عشان علشان الفتره بتاعت الاول التسعينات كانت اغلب الوقت كانوا بيحطوا التحديد بني قوي والروج فتح، فطبعا الناس دي كانت وقتها بيعملوا الكلام ده كانت عندها دماغ من الاخر. اه بالظبط كده، اللي هو حابين ان الروج التحديد البني يبقى قوي تمام. والتحديد الاحمر كمان. عايزين نحط بقى الرتوش الاخير، انا فاضل دقيقتين بالظبط على اخر الحلقه. تمام نظبط الدنيا. انا بس حبيت ان انا احنا طبعا دلوقتي بقينا ندمج التحديد مع الروج علشان يدينا برضو ايه شكل حلو ومش فيك زي الفتره دي. دلوقتي الناس بتظهر من تحديد اصلا عشان تكبر بيه الشفايف. انا عايزه اقول لك ان السايحه دي رجعت تاني دلوقتي اللي هو موضوع التحديد جه برضو في الفتره بعد كده ان هو ما بقاش موجود. الناس طبعًا. بتعتمد على الروج بس من غير تحديد. دلوقتي احنا رجعنا للتحديد تاني عشان نقدر ان احنا نحدد بيه الشفايف، بس تبقى الالوان النود والالوان اللي اقرب لالوان الشفايف تمام. ونقدر ندمجها مع الروج. يعني نقدر نقول ده اللوك ينفع للسهره، عشان برنامجنا للاسف وقته خلص. انا هو بس اخر حاجه ان انا اقدر احط، لو انا حطيت اي لون شيمر في اول العين هنا عشان السهره هيبقى بقى سوري بس. اوكي على فكره الميك اب على فكره مش صعب خالص وسهل جدا. شكرا ليكي جدا يا ايمان العفو. ونورتينا جدا النهارده انت وحبيبه سي. وبجد اللوك شكله تحفه. لا هو لسه احب اخر حاجه حابه اختم بيها، احنا في الاخر كلنا فنون، يعني كلنا هنموت في الاخر، اللي هيفضل هو الاثر. الناس هتفتكرنا بايه؟ ركزوا يا جماعه في الحاضر، بلاش نمسك في الماضي ونحلم بيه. هو حلو ان احنا نفتكره بحلو ومر بكل حاجه ونتعلم منه، بس نتعلم منه ونكمل في حاضرنا ونطلع لمستقبلنا. كان معاكم النهارده ضحى نجاح وضيفتي ايمان ميك اب ارتست من السويس. شرفت بيكي جدا. استنونا كل يوم اثنين الساعه 3 العصر على قناه الصحه والجمال. باي.